تنفس روح السعودية. تنفس روح السعودية. حياكم الله من جديد أصدقائي في فقرتنا روح تنفس السعودية، اللي راح نتكلم كل يوم عن مدينة في وجهة السياحة في الهيئة السعودية للسياحة. نتكلم عن مدينة لازم تروح لها بما أنك حاب تصيف في هذا الصيف. طبعا اليوم راح نتكلم عن مدينة الوجه، واحة من هدوء على ساحل البحر الأحمر. تقع جنوب مدينة ضباء بمسافة 145 كيلومتر، تبعد عن تبوك تقريبا مسافة 325 كيلومتر. تحدها جنوبا مدينة أملج، وتضم عددا من المعالم الأثرية مثل مدينة قديمة وقلعة الزريب التاريخية وقلعة الوجه ومسجد الأشراف التاريخي اللي يعد بناءه إلى قبل 250 سنة تقريبا. تعتبر المدينة نقطة الانطلاق لمشروع البحر الأحمر اللي يمثل أحد المشاريع التطورية العملاقة على ساحل البحر الأحمر. كما يمكن الانطلاق من مدينة في رحلة اليوم الواحد لزيارة مدينة العلا ومدائن صالح، وتتميز بالمطاعم والمأكولات البحرية الشهيرة. طبعا أنا أنصحكم تروحون للوجه، ما عليك إلا تحجز تذكرتك وتروح تصيف في الوجه وراح تنبسط كثير. هذا بالنسبة لمدينتنا اليوم.